تعالوا بقى يعني الآن كده يعني نروح ونتابع تقرير ونقول نشوف كده. انطلق اليوم المؤتمر الدولي 14 للجمعية الدولية للأورام، وذلك بمشاركة 12 جمعية عالمية للإعلان عن الجديد في علاج الأورام والخطوط الإرشادية العالمية الجديدة في علاج الأورام والتشخيص الجيني والعلاج أيضا، يعني تشخيص هذا العلاج. الحقيقة دي المشخصة، وده طبعا يعني حاجات بتبقى دقيقة قوي خاصة طبعا بالأورام، ولكن هي شيء الحقيقة مهم جدا أيضا إن احنا نناقشه وإن احنا نتابعه. بيناقش المؤتمر ده استخدام يعني الذكاء الاصطناعي. خدوا بالكم شوفوا قد ايه الذكاء الاصطناعي موجود في كل حاجه، في التشخيص بيستخدموه في التشخيص التصويري والباثولوجي للاورام، وطبعا لاورام الثدي والنساء وحاجات كثيره جدا خاصه وعينه من الحمض النووي وكل هذه الاشياء. تعالوا نروح كده ونتابع يعني هذا التقرير ونرجع نكمل معاكم ما تبقى لدينا الليله من فقرات في التاسعه. المؤتمر السنة دي هيشمل مواضيع مهمة جدا تتعلق بأورام الجهاز التناسلي للأنثى، من ضمن الحاجات المهمة جدا في عندنا التطعيمات اللي بقت موجودة ضد الإصابة بفيروس معين، الإصابة به في السيدة يؤدي إلى حدوث سرطان في عنق الرحم فيما بعد. فطبعا الفيروس ده بينتقل عن طريق العلاقات الجنسية عامة، فالوقاية من الإصابة بهذا الفيروس هتبقى يعني خطوة مهمة جدا في تقليل نسبة حدوث سرطان عنق الرحم. السنة دي بقى في ميزة في المؤتمر انه يشتغل على محور جديد، زي ما انت قريتي او زي ما هو معلن من السنة اللي فاتت، ابتدينا ندخل في غير اورام النساء واورام الثدي اورام العلاج المناعي. فالعلاج المناعي السنة دي ابتدى ياخد محور جديد اللي هو الأونكو برونكو، يعني علاج المناعي او علاج سرطان الرئة بصفة عامة. احنا في المؤتمر السنه دي مركزين على الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر عن سرطان الثدي، لانه الحقيقه كان موجود في حياتنا من قبل كده في وظائف اقل بكتير اهميه من المجال الطبي، موجود في الفيسبوك ريكوجنيشن، في الفيس اي دي بتاع الموبايل، في جي بي اس، فبالتالي كان مهم جدا ان احنا نستعمله كمان في المجال الطبي لانه هيوفر علينا الوقت والمجهود باشعه الماموجرام. السنه دي ان شاء الله هيبقى في عندنا حاجتين مهمين، الخطوط الاسترشاديه للوقايه وعلاج اورام عنق الرحم اللي احنا نتمنى ان شاء الله خلال فتره قريبه يبقى نعلن مصر خاليه من سرطان عنق الرحم. الحاجه الثانيه الخطوط الاسترشاديه لعلاج ما قبل الجراحه، ودي من الحاجات المهمه قوي لرسم الخطه العلاجيه الكامله للسيدات في اورام الثدي، بحيث ان احنا نصل لنسب شفاء كامله باذن الله، مع ما فيش بقى نحافظ على الثدي باذن الله ويبقى اثار الجانبيه قليله جدا في هؤلاء السيدات.